بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جبنا النهاردة الأنفرتر 2200 الهندي من أخونا أحمد العربي، وجبنا له بطاريتين جيل، البطارية 100 أمبير، والحمد لله الأنفرتر يعمل بكفاءة. وجبنا كهربائي وصل لنا على البيت، وصل لنا نص البيت، الأجهزة، أجهزة الشبكة، الكمبيوتر، كاميرات المراقبة والمروحة والتلفزيون، كل ده شغاله على الانفرتر. الكهرباء لما تقطع الانفرتر بيشتغل تلقائي. وادي البطاريات، راكبه اهيت بطاريات الجيل، بطاريتين، بطاريه 100 امبير استنى مرفع، انت صور من تحت. معلش في مكان مزنوق شويه فقفلته على كده، وادي برفعات عشان يبين لكم، عشان يعني اتصور من تحت. شغل تقفل البطاريه، عامل لها كوبري بطاريتين، الواحده 12، عامل لهم كوبري ما بين بعض عشان يدوا 24، عشان ده ال 2200 محتاج 24 امبير. وبصراحه بسم الله ما شاء الله منتج جميل وشغال عندي جميل جدا. وانا صورت الفيديو ده عشان اشكر اخونا احمد العربي على المنتج الجميل اللي هو مقدمه للناس. بصور لكم دلوقتي الانفرتر وهو شغال، هو دلوقتي محمل عليه الشغل. ادي الشاشه بتاعته اهوت، مبينة السحب والاوت 220 فولت جون، 534 واط، 45 سي كده. الانفرتر شغال ملوش اي صوت ولا ليه اي شيء كده. شغال عليه دلوقتي اجهزة الشبكة، شغال عليه الكمبيوتر والشاشة والإضاءة بتاعت البيت كله والمراوح والكاميرات، شغال طبيعي خالص ولا في أي شيء. وادي الشاشة هو شغال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.